والآن ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، ماذا لديك ميدانيا؟ ما هي آخر مستجدات؟ تحية لك أميمة. يعني قبل قليل ارتفع عدد شهداء مدينة رفح في غارة التي استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو هاشم في مخيم يبنى في وسط مدينة رفح إلى 3 شهداء بعدما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم ومن المكان المستهدف بالإضافة إلى مجموعة من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج. هذه محافظة رفح لا زالت تشهد سماع ذوي انفجارات عنيفة، وتحديدا في المناطق الشرقية من هذه المحافظة، حيث القصف المدفعي الذي لا يتوقف باتجاه أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة رفح. ساعة الصباح تركز القصف باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة رفح، مع هذه الساعات تركز القصف باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح، وتحديدا في المنطقة الفاصلة ما بين محافظتي خان يونس ورفح، خربة العدس وحي النصر، يتركز عليها القصف المدفعي، بالإضافة إلى تساقط أعداد كبيرة من القذائف باتجاه وسط محافظة رفح. نحن نتحدث عن ما يزيد عن نصف هذه المحافظة هو عرضة لهذه القذائف المدفعية الإسرائيلية التي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين، بالإضافة إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية. المناطق الغربية من هذه المحافظة، ونحن نتحدث هنا عن النصف الآخر من هذه المدينة، يتعرض إلى إطلاق نار من الطائرات المروحية الإسرائيلية التي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، وكذلك لإطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة بشكل عام. قبل قليل كان هناك إعلان من الاحتلال الإسرائيلي بدفع لواء جديد باتجاه مدينة رفح وتوسيع العملية العسكرية في هذه المحافظة. إضافة إلى ذلك، لا زال شمال قطاع غزة مشتعلا. الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تجتاح مخيم الجباليا في شمال القطاع توسع من عملياتها وتزيد من وتيرة القصف باتجاه منازل المواطنين وتدمير المباني السكنية، وكذلك باتجاه المناطق الجنوبية الشمالية لهذا المخيم، حيث مدخل مدينة بيت حانون في شمال قطاع غزة، وعمليات التجريف الواسعة التي تطال هذا المخيم، وإطلاق النار باتجاه مراكز الإيواء في تلك المنطقة. الواضح بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد توسيع عملياته وارتكاب المزيد من الجرائم ومجازر الإبادة بحق الفلسطينيين، لا سيما من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من الأرض ومن الجو، وكذلك من القوات البحرية قبالة شواطئ قطاع غزة. أميمة، شكرا جزيلا لك. كنت معي من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية.